السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عزيزة شحاتة. إن شاء الله النهاردة هنعمل درس جديد من دروس البيكسل أرت. طبعا هنعدل على مقاسات الفايل عشان نحصل على ريزوليوشن 300 والعرض 40 سنتيمتر. ناخد لير جديد ومن قائمة ايديت بنختار فيل عشان نحط لون للخلفية. بنختار اداة البين تول، من هنا بنختار شيب نيو لير ونبدأ نكون الشكل بتاعنا. اول نقطة نضغط الت، ولو النقطة مكانها مش مناسب بنضغط كنترول ونحركها للمكان الصح. طبعا أداة البنتول ليها أكتر من شكل، وضحناهم في أول الفيديو. طبعا لو حبينا نستخدم أداة تانية مثلا زي زوم أو أي أداة تانية وعايزين نرجع تاني ناخد البنتول، بناخدها من الشورت كات بتاعها حرف البي وبنضغط على آخر نقطة احنا عملناها عشان نرجع تاني لنفس الشكل. هنستمر على كده لحد ما نخلص الشكل كله. شكرا. انها تكتشف المشروبات الساخنة. مين؟ اللي مش ساخنة. مين؟ انت. بقول لهم يعني.
ودلوقتي قربنا نخلص الشكل وبنقرب من نقطة البداية لحد ما يتكون عندنا دايرة صغيرة كده جنب الماوس وبنقفل الشكل. طبعا هنغير اللون وناخد لون وسط، درجة وسط من درجات الألوان بتاعت الشعر. من قائمة سيف بنحفظ الملف، دلوقتي هناخد البين تول، اختار باس ونيو لير ونبدأ نعمل مسارات تمثل الأماكن الفاتحة. طبعا بنحط أول نقطة وبعدين آخر نقطة قبل ما نحرر الماوس، بنسحب بحيث تديني شكل الكيرف. بنرسم المسار اول نقطة وتاني نقطة، بنسحب وبعدين نضغط على كنترول ونضغط على اي حتة فاضية. يعني بنرسم المسار نقطة وتاني نقطة، بنسحب ونمثل الكيرف، نعمل شكل كيرف وبعدين نضغط على كنترول واي حتة فاضية وهكذا.
دلوقتي خلصنا المسارات، هنختار الفرشة، فرشة الشعر هتكون موجودة في اللينك مع الدرس، ونحدد الحجم المناسب والسايز المناسب بتاعها، وبعدين نحدد نسحب مربع ونحدد المسارات كلها، ومن أداة السهم دي بنختار كليك يمين ونختار ستروك باس، ما ننساش نختار البراش وسيموليت. ودلوقتي شايفين تأثير الفرشة على المسارات اللي عملناها عامل ازاي. لو حبينا نغيره ممكن نحدد تاني ونكرر المحاولة بألوان مختلفة وبسايز مختلف. نختار أداة البنتول شيف ونبدأ نكون شكل يمثل الألوان الفاتحة. بنختار بنختار لون يحاكي اللون الموجود في الصورة الأصلية. عشان نكون بقية المساحات الفاتحة بنختار تاني أداة البنتول، ومن هنا بنختار كومبين. عشان الشكل الجديد اللي هيترسم يترسم مع اللي احنا رسمناه في نفس الليل، هيتأثروا طبعا لو غيرنا اللون، لو غيرنا اي حاجة في الطبقة دي التغيير هيأثر عليهم كله، وهكذا. طبعا احنا نقدر نأثر او نغير اللون بالأدجستمنتس عادي.
عن قائمة إيديت نختار Adjustment و Brightness ونعدل على القيم اللي موجودة لحد ما نوصل للنتيجة اللي احنا شايفينها مناسبة. نرجع تاني نختار Combine Layer ونكمل بقية المساحات الفاتحة. هنرجع نختار أداة البين تول ونختار باس وكلير جديد. نبدأ نحط المسارات، نعمل كليك وفي المكان بتاع نهاية المسار بنعمل كليك ونسحب عشان نشكل كيرف، ونضغط كنترول ونضغط في أي حتة فاضية قبل ما نبدأ في المسار الجديد. لازم نضغط كنترول ونضغط على اي مكان فاضي قبل ما نبدأ في المسار الجديد. نضغط على كنترول ونضغط على اي مكان فاضي قبل ما نبدأ في المسار الجديد. طبعا بعد ما خلصنا نختار الفرشة، نحدد الفرشة اللي احنا عايزين نطبقها والمقاس بتاعنا. المقاس بيحتاج ان احنا نجربه اكتر من مرة لحد ما نوصل للمقاس المناسب. بعدين بنحدد المسارات كلها وكليك يمين ونختار ستروك باس ونحدد براش وسيمولي. طبعا اللون والمقاس بيحتاج تجربة اكتر من مرة عشان نوصل للنتيجة المناسبة. نرجع تاني نختار أداة البين تول وشيب ونبدأ نكون شكل الأماكن المساحات الغامقة بالشيب مش بالباث.
نختار اللون اللي احنا عايزينه ادانا نتيجة افضل. طبعا لو مش مناسبة بنقدر نغير تاني. نختار البين تول من القائمة، بنختار باف ونبدأ نحط مسارات تشكل لي المساحات الغامقة. طبعا بنحط نقطة والنقطة التانية بنسحب عشان نشكل كيرف، ونحرر الماوس وبعدين نضغط كنترول ونضغط على اي حتة فاضية قبل ما نبدأ في المسار الجديد. وبنكون مختارين الفرشة او اللون المناسب ونحدد وكليك يمين ونختار ستروك باث. We'll be right back.
كليك يمين ونختار ستروك باث. لو النتيجة مش مناسبة بنعيد التجربة ونعيد نفس الخطوات تاني وهكذا. هنبدأ نعمل الجزء اللي تحت، نختار أداة البين تول ومكمل بنختار باس ونبدأ نحط مسارات تحاكي الألوان الفاتحة في الجزء اللي تحت.
طبعا كليك يمين ونختار الفرشة المناسبة ونحدد المقاس المناسب. طبعا انا عايزة الفرشة تكون عريضة شوية في المرحلة دي ونقول اوكي. بعد ما نحدد كل المسارات استروك باس ونختار بروش وسيموليشن. ودي النتيجة. نبدأ نحط مسارات للناحية التانية بنفس الطريقة اللي فاتت. هنبدأ نحط مسارات تانية للأماكن الغامقة اللي فيها ظلم بأداة البنتول. طبعا نقدر نعملها بأوبشن شيب أو بالباس. احنا نعملها مرة كده ومرة كده. مازال الشكل محتاج لشغل. طبعا كليك يمين ونختار الفرشة المناسبة ونحدد المقاس المناسب. بعد ما نحدد كل المسارات استروك باس ونختار بروش وسيموليشن. هنبدأ نحط مسارات تانية للأماكن الغامقة اللي فيها ظلم بأداة البنتول.
طبعا كليكي مين ونختار الفرشة المناسبة ونحدد المقاس المناسب. بعد ما نحدد كل المسارات استروك باس ونختار بروش وسيموليشن. هقفل كل الليرات وابدأ اعمل مسارات جديدة شيب. من اوبشن شيب هبدأ اعمل اكون شكل جديد للاماكن الغامقة واحطه تحت المسارات، يعني فوق الطبقة الاساسية مباشرة وقبل الطبقات بتاعت المسارات. Thank you.
طبعا ده عاملينه بأوبشن سيف. هنغير اللون، نبدأ نفتح
الليرات اللي احنا اخفيناها. من بعدات البنتول واوبشن باس نبدأ نحط مسارات جديدة للأماكن الغامقة. نحط مسارات جديدة للأماكن الغامقة طبعا زي ما قلنا بنعمل أول نقطة وتاني نقطة بنسحب قبل ما نحرر الماوس ونضغط على كنترول وأي حتة فاضية قبل ما نبدأ في المسار الجديد. بنحددهم كلهم ونكون محددين الفرشة واللون وبعدين نعمل ستروك باس ونختار بروش وسيموليشن. طبعا ده بنطبقه كل مرة في لير جديد. مفيش مانع ان احنا نكرر التجربة ونشوف نتائج مختلفة واللي نلاقيه انسب نختار. Thank you.
هنبدأ نعمل الخصلات اللي هي لوحدها دي بأداة البين تول وأوبشن باس، ونعمل المسارات. نبدأ نعمل المسارات، وبعد ما نخلص هنغير اللون. ونختار الفرشة المناسبة، ونطبق عليها ستروك باس. نحدد اللون، نبدأ نعمل مسارات تانية للجزء اللي تحت.
ونختار الفرشة المناسبة. هنختار الطبقة بتاعة اللون الغامق، نضيف عليها أشكال المساحات الغامقة من Option Shape و Campaign Layer. Thank you.
أحط مسارات جديدة في الأماكن الفاضية، وفلير جديد أطبقه. طبعا احنا بعد كده بنحط ماسكات للطبقات اللي تحتاج ونمسح الاطراف. Thank you.
دلوقتي هنبدأ نعمل الجزء اللي هو بتاع الفروة اللي باين ده من بقدات البنتول
بأوبشن باث نبدأ نعمل نحط مسارات طبعا هنختار الفرشة والمقاس وكليك يمين وكليك يمين نختار ستروك باث وبعدين نبدأ نحط الجزء نعمل الشكل بتاع اللي هيبان من تحت الشعر بتاع الفروة ونغير اللون نحطه تحت بعد الطبقة الرئيسية ونحط ماسك ونمسح الأطراف وبعدين نغير البليندنج مود بتاعه بحيث يديني نتيجة مناسبة إلى حد ما ونحط ماسك للطبقة الأساسية ونمسح الأطراف ونعمل دمج نعمل ميرج لكل الطبقات بتاعة الشعر نبدأ نعمل بأوبشن باس نعمل مسارات تشكل خصلات الشعر الخفيفة في لير منفصل عشان نديلها مقاس فرشة رفيع جدا بعد ما بنخلصها بنختار مقاس فرشة رفيع جدا ونحددهم كلهم ونعمل ستروك باث ودي كانت النتيجة تابعونا إن شاء الله الدرس الجاي هنكمل بقية الشكل